مرحبا حبايبي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا الدكتوره روز، طبيبه مختصه بالتغذيه العلاجيه والطب البديل، وانتم بتحضروني على قناه فود از ميديسن. بفود از ميديسن انا دائما بحاول اعالج الامراض بطرق طبيعيه قبل ما اني اضطر لاني اعطي اي عقاقير كيميائيه. لو حابين تخسر وزن وتكسبوا صحه وتعالجوا حالكم من الامراض وبطرق طبيعيه، فانتوا وصلتوا للعنوان المناسب. يا ريت بهالحاله تشتركوا بالقناه. كل اللي عليكم تعملوه انه تكبسوا سبسكرايب، اشتراك او سبسكريبير، هيك بتكونوا اشتركتوا بالقناه. اذا بتفعلوا الجرس بتوصلكم تنبيهات اول ما انا بنزل فيديوهات، وهيك بتكونوا اول حدا بشوف هالفيديوهات. يلا نبلش فيديو اليوم. فيديو اليوم كمان يعتبر تكمله لسلسله الفيديوهات اللي احنا بلشنا فيها حمله القضاء على السرطان. اليوم جاي ومعي 13 ماده اذا بنستعملها بحياتنا بنزيد فرصه انه احنا نقضي على الخلايا السرطانيه ماشي الحال، وذلك بناء على الدراسات العلميه الحديثه. وكل هذا الكلام طبعا اكيد مثبت علميا ومدروس ماشي الحال. خلينا نبلش باول شغله. اول شغله اليوم رح نستعملها وبتساعدنا بالقضاء على الخلايا السرطانيه اللي هو الجرين تي او الشاي الاخضر. على كل حال الشاي الاخضر فوق ما انه اصلا زاكي ومنشط، كمان الشاي الاخضر غني جدا بمضادات الاكسده من نوع بيقالوا كاتيكينجاليتس، وهدول الكاتيكينز الموجودين بالشاي الاخضر مضادين للاكسده من الدرجه الاولى، بحاربوا الجذور الحره اللي لو ضلوا موجودين بالجسم رح يهاجموا خلايا جسمنا ورح يعملوا فيها طفرات، وبالتالي بيزيدوا من فرصه انه احنا نتعرض للسرطانات. هذا بالنسبه لموضوع الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بيشتغل على شيء بنسميه التيومر سبرسر جينز، هدول هم الجينات موجودين بجسمنا وظيفتهم انهم هم يحاربوا السرطان. هلا اذا كان كميتهم بالدم مش كافيه واحنا شربنا الشاي الاخضر، الشاي الاخضر بيزيد من انتاج هدول الجينات وبالتالي بيساعدنا على انه احنا نقضي على السرطان. فيا ريت انه احنا ندخل الشاي الاخضر بحياتنا بدون ما نبالغ بالموضوع، بكفي كاستين باليوم ماشي الحال. غيره المادة الثانية اللي أنا جاي اليوم أحكي عنها وأثبت علميا كمان قدرتها على القضاء على الخلايا السرطانية وإنه هي مضادة للسرطان، اللي هو الكركم. الكركم غني جدا بمادة الفعالة اللي اسمها الكركمين. الكركمين هو نوع من أنواع البوليفينولز أو مضادات الأكسدة القويين جدا، إلهم كتير تأثيرات. هم يعتبروا أنتي أو مضادين لكل شيء. بداية هم مضادين للالتهاب، واحنا بنعرف وانا قلت قبل انه كل سرطان ببلش بالاول بالتهاب، وبالتالي لما احنا نقلل الالتهاب بنقلل فرصه انه احنا نتعرض للسرطان. هاي شغله. الشغله الثانيه كمان انه الكركم له تاثير مضاد للسرطان بشكل خاص ماشي الحال، وبالتالي فهو الكركمين هذه الماده بتمنع السيل سيجنالينج او انه التواصل بين الخلايا، وبالتالي بيمنع انه الخلايا هذه تتكاثر وانه تنتشر بالجسم. وهذا الكلام طبعا موثق بالمعلومات. انا مش راح ادخل لكم بتفاصيل علميه دقيقه ممكن تكون ممله بالنسبه لكم، ولكن انا راح اترك لكم هذه الدراسات للي حابب انه يطلع اكثر ماشي الحال. الكركم طبعا البوليفينولز الموجودين فيه لهم الكركمين هي مضادات اكسده ذائبه في الدهون. فيا ريت الوجبه اللي احنا بدنا ناخذ فيها الكركم يكون فيها القليل مثلا شوي صغيره من نوع من انواع الدهون زي مثلا زيت زيتون، يمتص افضل مع شوي صغيره من الفلفل الاسود. يا ريت بنحط كمان شوي صغيره من الفلفل الاسود، هيك بنزيد من امتصاصه او البايو افيلابيليتي تبعته. الكركم على كل حال كمان موجود على شكل كبسولات، فاحنا اذا مش حابين او ما بدنا نستعمل مثلا الكركم او طعمه ما بيعجبنا او انه احنا نستعمل كميه تكون اكبر على اساس تكون فعاله اكثر، انا بنصح بان نستعمل كبسولات الكركم. بدنا نتاكد بس انه احنا ما في عندنا حصى بالمراره، هدول الناس ما بياخذوا الكركم ماشي حال. غيره الماده الثالثه برضه ذكي كتير كمان اللي هي الجنجر او الزنجبيل. الزنجبيل من حيث المبدا كمان مضاد للالتهاب، وهذا الشغله كمان كتير مهمه وبتلعب لصالحه، ولكن مش بس هيك بس، الجنجر غني جدا بماده اسمها السكشيجول، وهذه الماده بتحارب الخلايا السرطانيه وبتمنع تكاثرها وبتجبرها على الموت، وهذا شيء طبعا اكيد مثبت علميا. الزنجبيل بالذات الزنجبيل الجاف او اللي بيكون على شكل باودر بحارب الخلايا السرطانيه من سرطان الثدي، سرطان الكولون، البروستات والجلد، يعني احنا قاعدين بنحكي عن الاربع سرطانات الاكثر انتشارا، وبيأثر كمان وبيقتل الخلايا الجذعيه الستيم سيلز اللي هم
اصلا بيكونوا مسؤولين عن الريكرنس او لما بيرجع بيعود السرطان مره ثانيه. فضروري كمان انه احنا ندخل الزنجبيل ونستعمله بحياتنا. الشغله الرابعه اللي اثبت علميا كمان انها مضاده للسرطان اللي هو نظام الكيتو او اللو كارب، يعني احنا بدنا نحاول انه نقلل النشويات قد ما بنقدر لو ماشيين لو كارب، وبدنا نمنع النشويات او نقللها ل 5% بس من مجمل طاقتنا لو احنا ماشيين على كيتو. احنا بنعرف انه الخلايا السرطانيه بتاكل سكر لانه هي بتعمل تخمير للسكر للحصول على الطاقه. لما احنا بنكون ماشيين على كيتو بهي الحاله انه احنا بنكون ايش؟ مانعين الخلايا السرطانيه من انها تحصل على السكر. وبالتالي هذا الشيء كمان انه بيؤدي لانه هي تبلش انه تموت من starvation، يعني مش لاقي شيء انها تاكله. هي الشغله بالكيتوجينيك دايت انا بحاول دائما احصل على كميه كتير قليله من الانسولين بالدم، والانسولين هو هرمون انابوليك يعني ببني. وبالتالي احنا دائما لما بنكون سواء بنحارب هذا المرض او غيره دائما بدنا نحاول انه كميه الانسولين تضلها بجسمنا كتير قليله. وهون كمان يا ريت انه احنا لما نكون عاملين كيتوجينيك دايت او نكون عاملين لو كارب دائما ندمجه مع الانترميدنت فاستنج او الصيام المتقطع. الخلايا السرطانيه ما بتقدر تصوم، بينما الخلايا النورمال او الطبيعيه بتفضل الصيام، والصيام طبعا بيرفع جهاز المناعه وهذا الشيء كمان بيكون يساعدنا، اضافه لانه انديوس اوتوفاجي او ببلش الجسم انه يضحي بالخلايا اللي كان عمرها كبير او الخلايا اللي فيها ميوتيشن او فيها طفرات او فيها التهابات. فهذا كله كمان بيلعب بصالحي بهذا الموضوع. ضروري اذا انا بدي اعمل نظام الكيتو اعمل الهيلثي فيرجن منه او الصفه الصحيه، يعني اختياراتي بهالحاله مفروض تكون دهون صحيه مش دهون بتعمل التهابات. وهذا الموضوع انا حكيت فيه بموضوع بفيديو الكيتو، يا ريت ترجعوا وتشوفوا. ماشي الحال. غيره خمسه المواد العضوية أو الأورجانيك فود. هلأ المواد العضوية هاي المواد اللي نبتت بالطبيعة بدون تدخل مني أنا كإنسان، وبالتالي هذه المواد لا بتكون مرشوشة ولا ماخدة هرمونات وغيره، وبالتالي فهي بتكون طلعت بطريقة طبيعية، بتكون غنية جدا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وكلهم هدول أنا بدي إياهم مشان أتخلص من السمو، مشان أدعم جهاز المناعة، وكمان هدول البوليفينولز والمضادات الأكسدة لهم تأثير بيكون مباشر ضد الخلايا السرطانية، وبالتالي مفروض انه انا اهتم بهذا الموضوع وابعد عن اي شيء ممكن يكون مصنع او في هرمونات او في مبيدات حشرية قد ما بقدر. اوكي طب غيره شو في عنا؟ ستة عنا الريزفيراترول. الريزفيراترول هذا بنلاقيه بقشرة العنب الاسود يا اما بالبذور. ماشي الحال. هلا هذا الريزفيراترول هي مادة اصلا مضادة للاكسدة، بتمنع الخلايا السرطانية من انها اصلا تتكاثر وانه هي تنتشر، وهذا الاشي بيكون بس سيلكتيف وخاص بالخلايا السرطانية، يعني بدون ما يأثر على جسم الانسان. هلا بمادة بالنسبة لموضوع العنب، طبعا انا ما بقدر انه انا استهلك كمية زيادة عن اللزوم لانه العنب طبعا رح بيكون غني جدا اكيد بالسكر، وبالتالي بدي انتبه انا الريزفيراترول ممكن احصل عليه على شكل كمان كبسولات اذا انا حسيت انه انا في داعي اني انا اخذ الريزفيراترول. ومش غلط كمان بين الفتره والتانيه لو اخذنا كورس من الريزفيراترول على اساس انه احنا غذائنا هالايام صار كتير ديفيشنت او فقير بمضادات الاكسدة، فهيك انا بكون بدعم جهاز المناعه وبتخلص من السموم وبحارب الخلايا السرطانيه. ماشي الحال. غيره في عندنا سبعه الكروسيفيروس فيجيتابلز او الخضروات الصليبيه. هذه وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بالملفوف، بالزهر، بالكيل، براعم بروكسل، بالفجل وباللفت، وهدول النباتات. ماشي الحال. هدول الخلايا الخضروات الكروسيفيروس او الصليبيه غنيه جدا بماده اسمها السلفورافين، والسلفرافين هي مادة ضرورية لسلامة الدي ان اي او المادة الوراثية، واذا صار في خلل بين مادة الدي ان اي احنا هون بنكون بنعرض الدي ان اي لطفرات وبالتالي لخلايا سرطانية. هاي شغلة. هلا السلفرافين كمان هدول الموجودين بيمنعوا الخلايا السرطانية انها تعمل ايش بنسميه الانجيوجينيسيس. الانجيوجينيسيس اللي هو انه الخلايا السرطانية بتبلش تبني اوعية دموية او الاورام بتبلش تعمل اوعية دموية مشان تربطها بالانسجة القريبة على اساس انه هي تقدر تتغذى وتاخذ دم من هذه الانسجة القريبة. فلما بناخذ الخضروات الصليبية بنكون بنقلل الانجيوجينيسيس وهيك كمان بنقلل من انتشار او الميتاستاسيس تبع السرطان، وهي نقطة كمان كتير مهمة وضروري انه احنا ناخدها بعين الاعتبار، كتروا من استعمال الخضروات الصليبية. غيره التمانية في عندي البلاك كومين او الحبة السوداء او حبة البركة.
او الازحه ماشي الحال. هلا البلاك كومين غني جدا بمواد بتقتل الخلايا السرطانيه وبتجبرها على انها تدخل بفيز اللي هو الابوبتوسيس. الابوبتوسيس اللي هو بروجرام سيل ديث، او انه احنا بدنا نجبر الخلايا السرطانيه انها تموت. للعلم الخلايا السرطانيه هي فقدت موضوع الابوبتوسيس، يعني الخلايا السرطانيه ما بتموت. هلا البلاك كومين هذا او زيت مثلا الحبه السوداء اذا احنا بناخده بيساعدنا على انه احنا نجبر الخلايا السرطانيه على انه تدخل بفيز الابوبتوسيس وانها تموت ونتخلص منها. ماشي الحال هاي شغله. هلا تسعه في عنا الكورديثيبس. الكورديثيبس هو نوع من انواع الفطر. الكورديثيبس من حيث المبدا اصلا بيدعم جهاز المناعه، في له تاثير بيكون مضاد للالتهاب، بيعمل استشفاء وهيلينج بالجسم بشكل عام، وفوق هذا كلياته كمان بيستهدف الخلايا السرطانيه وبيمنعها انها تعمل بروليفريشن او انها تتكاثر، وهذا الشيء يقتصر على الخلايا السرطانيه لانه هو وظيفته بتكون داعمه للخلايا الجيده اللي بتكون بالجسم. ماشي الحال. هذا بالنسبه لموضوع الكورديثيبس. بنيجي 10 للريشي او الجانوديرما، كمان برضه له تأثير مضاد للالتهاب، بنفس الوقت بيدعم جهاز المناعة، بيعمل هيلينج واستشفاء بالجسم، فهذا كلاته كمان بيستهدف الخلايا السرطانية وبيساعدنا على انه نتخلص من الخلايا السرطانية، بيمنع تكاثرها وانتشارها. ماشي الحال. 11 في عنا الفرانكنسنس او زيت فرانكنسنس اسينشال اويل، يعني او زيت مستخلص لفرانكنسنس، وظيفته بتكون داعمة لجهاز المناعة، مضاد للالتهاب، بيساعد على الاستشفاء، وكمان بيمنع الخلايا السرطانية كمان من انها تعيش او انه تتواصل بين بعضها، وبالتالي بيمنع على انه تنتقل الخلايا السرطانية او انه تنتشر في الجسم. ماشي الحال. احنا بنقدر نحصل على زيت الفرانكنسن واحنا نحط مثلا منه نقطة تحت بقاع الاجر مثلا كل ليلة قبل ما ننام. هذا الاش مش ضروري هذا الممارسة يعملها الناس اللي عندهم هذه المشكلة الصحية، كل الأشخاص ممكن يعملوا هذا الشيء، بيساعدهم كتير على انه بيقاوموا الالتهاب، بيساعدوا جسمها على انه يعمل استشفاء. ماشي الحال. غير في عنا 12 عنا الأوميجا 3 أو زيت السمك. الأوميجا 3 من حيث المبدأ هي مادة أصلا مضادة للالتهاب، وإحنا بنقول دائما كل سرطان ببلش بداية بالتهاب، وبالتالي الأوميجا 3 خيار بيكون كتير مناسب. ماشي الحال. غيره احنا كمان بالنسبه لموضوع الاوميجا 3، الاوميجا 3 تشتغل كمان على الجينات المضاده للسرطان اللي هو التيومر سبرسر جينز. اذا احنا كان في عندنا بالعيله نقص بهدول الجينات، وبالتالي هدول الاشخاص بيكونوا معرضين اكثر من غيرهم للسرطان. اذا بياخذوا الاوميجا 3 بهاي الحاله بيقلل بيزيد من انتاج هدول الجينات المضادة للأورام، وبالتالي احنا هيك بنكون بنقلل من فرصة تعرض هدول الناس للسرطانات. ماشي الحال. بالنسبة للأوميجا 3 كمان هي بتزيد من فعالية المواد الكيموثيرابي أو العلاج الكيميائي، وبنفس الوقت بتخفف من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي إذا أخذناها بالفترة اللي بيكونوا الناس بياخدوا العلاجات التقليدية. ماشي الحال. هاي شغلة. الرقم 3 اللي هو الفيتامينات بشكل عام بجسمنا، ضروري انه احنا نكون نحرص على انه دائما ما ينقص علينا الفيتامينات. مبدئيا فيتامين د، فيتامين د هو اصلا داعم لجهاز المناعه. فيتامين د اصلا مضاد للسرطان، له افكت بيكون انتي تومورال، يعني بيمنع الخلايا السرطانيه انه هي تتكون وتشكل اورام، وبيساعد على التخلص من الخلايا السرطانيه. هاي بالنسبه لفيتامين د. فيتامين د كمان ضروري لسلامة الخلايا لأنه هو أصلا يعتبر كنيوكليير ريسبتور أو مستقبل نووي بكل الخلايا، وبالتالي مشان تقدر الخلايا تقوم بوظيفتها بشكل جيد ضروري لازم يكون عندنا كمية مناسبة من فيتامين د. فيتامين د طبعا كلنا بنعرف إنه هو أصلا إحنا بيجي من الشمس، جسمنا بيحول ال الكوليسترول اذا بنطلع على الشمس الالترا فايولت لايت بتحوله لفيتامين د. هاي شغله ضابطا انه فيتامين د بنلاقيه طبعا اكيد بالاسماك وممكن بالاجبان والالبان العضويه، واحرصوا على انه تكون كامله الدسم. ماشي الحال. هاي شغله. غيره كمان في عنا الفيتامين الف. فيتامين الف كمان ضروري جدا لانه هو ضروري بيدعم جهاز المناعه وضروري كمان لسلامة الخلايا. فيتامين ألف بنلاقيه بالأجبان والألبان، وبنلاقيه بمصادر حيوانية طبعا ضروري. هذا الشغلة كمان كتير مهمة،
البيتا كاروتينويدز او البريكورسرز تبعونه بنلاقيها بمصادر نباتيه زي مثلا الجزر وزي مثلا البطاطا الحلوه وغيره، الاشياء اللي لونها بيكون برتقاني. اي شغله بدنا ناخذها من مصدر حيواني ضروري نتاكد انه هي عضويه او اورجانيك او بيو، على اساس نضمن انه هي ما يكون فيها هرمونات وما يكون فيها مواد سامه بتحفز هذه الاورام على انه تكبر وانه تنتشر بالجسم. ماشي الحل. غيره كمان في عنا الفيتامينات اللي تعتبر مضاده للاكسده زي مثلا فيتامين سي الموجود بالخضروات بالخضروات والفواكه الطازجة. طبعا كل ما كان الطازج أكثر كل ما كان محتواها من الفيتامين سي بيكون أكثر. فيتامين سي طبعا هو والفيتامين كمان إي مضادين للأكسدة، وهي كل شيء مضاد للأكسدة يعني بيخلصنا من الجذور الحرة وبيحمي الخلايا من إنه تتأكسد أو إنه تتحول إنه يصير لها طفرات وتتحول إلى خلايا سرطانية. هالشغلة كمان كتير مهمة لازم ناخدها بعين الاعتبار بالفترة اللي إحنا بنكون نتعالج فيه من السرطان وبناخد فيها أدوية تقليدية زي مثلا العلاج الكيميائي. ما بنقدر ناخد الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة لأنه بهالحالة بتقلل من تأثير المواد العلاجات الكيميائية. هذا الشغلة كمان ناخدها بعين الاعتبار. لما نخلص علاج كيميائي بنقدر انه احنا نبدا بانه نستعمل هذه الامور. ضروري اي شيء بدنا ناخده او اي شيء بدنا نتناوله او اي اسلوب حياه انه احنا بدنا نتبعه خلال فتره علاجنا مشوارنا في العلاج، ضروري انه احنا نلجا دائما ونستشير الخبراء والطبيب اللي هو بيعالجنا على اساس انه ان شاء الله احنا نحصل على افضل النتائج وانه ان شاء الله نتشافى ونتعافى من هذه المشكله الصحيه او غيرها. بتمنى انه فيديو اليوم كان اجاب على تساؤلاتكم وكان مفيد وكان انفورماتيف. بتمنى كمان انه اذا عجبكم الفيديو تتركوا لي لايك، لو عجبكم محتوى القناه تعملوا سبسكرايب وتشتركوا بالقناه وتشاركوا هذا الفيديو مع كل اللي انتم بتعرفوهم على اساس هاي المعلومات توصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويستفيدوا. يا رب تكونوا دائما بخير. كانت معكم الدكتوره روز طبيبه مختصه بالتغذيه العلاجيه والطب البديل. باي باي.